لقاء خاص. كما تتعرفوا القناة مضى من عمرها سنة. نعم، سنة دازت على افتتاح القناة. هذه السنة بثيت فيها أكثر من 500 فيديو، منها ما هو طويل وما أكثرية، ومنها ما هو قصير شورت. هذه التجربة ديال سنة أثمرت على 540 تقريبا ديال المشتركين، 132,000 مشاهدة، 1200 ساعة ديال المشاهدة. بكل صراحة هذه النتائج هي نتائج مخيبة للأمل ولا تشجع نهائيا على الاستمرار، ولكنها في نفس الوقت تطرح أسئلة ملحة، منها واش المواضيع ديال القناة هي مواضيع غير جادة أو حتى تافهة، واش الفيديوهات عندها واحد الجودة ضعيفة، وأسئلة أخرى لا تقل إلحاحا. حتى لا أطيل عليكم أقول أولا عن المواضيع، مواضيع الفيديوهات والجودة ديالها. الكثير من متتبعي وسائل التواصل الاجتماعي يقرون أن الفيديوهات اللي تدخل في المواضيع الفضائحية والمتتبعة للأخبار الفاضحة ديال الفنانين والسياسيين وما شابه هي الأكثر مشاهدة، وتجلب الكثير جدا من المتتبعين والمشتركين. ولكم أن تتساءلوا عن السبب. ثانيا، المشاهد العربي عموما ماشي غير في المغرب هو مستهلك سلبي، بمعنى أنه ينتقد وبعيد كل البعد عن النقد، يطالب دائما بتعليب أفضل للمنتوج، ولا يهتم بتجويد المنتوج نفسه، ولا يطالب أبدا بتجويد المنتوج. الأعطاب التي أصابت مجتمعنا جعلت من الشاد قدوة. عموما حينما أفكر قليلا في الموضوع أجد أن النتائج التي حصلت عليها القناة هي نتائج يعني لا يجب أن تفاجئني، يجب أن لا تفاجئني، بل هي نتائج في الحقيقة إلا نظرت لها من واحد المنظور أنها إيجابية، إيجابية قياسا لما عليه السوق حاليا. ولهذا السبب وأسباب أخرى أقول لكم لن أنسحب حاليا، ظنا مني أني أساهم في مواجهة التفاهات التي تعج بها سوق وسائل التواصل الاجتماعي. لن أنسحب لأني لا أسعى إلى الربح،
كلها صراحة. أنا واحد السيد اللي عندي إمكانياتي الحمد لله، وبما أنني عندي وقت كافي، يعني عندي الوقت باش نتفرغ لهذه القناة واللي هوايات أخرى أعتبرها هواية، فأنا لم أضع أبدا في أي وقت من الأوقات في حسباني الربح. لن أنسحب لأني ما زلت أجد نوع من المتعة في إنتاج هذه الفيديوهات، ولو أني أشعر أحيانا أني أسبح ضد التيار. وما يشجعني أني في الحقيقة لست وحدي، هناك العديد وأحييهم من أصحاب القنوات ذات المحتوى الجاد. وأخيرا لابد من السؤال عما إذا كانت هناك أسباب تقنية وراء هذه النتائج. أعتقد أنه فعلا هناك أسباب تقنية صرفة يعني وراء هذه النتائج الهزيلة التي حصلتها القناة في سنة. وأؤكد أن من الأسباب التقنية هو ربما ضعف الجودة في الإنتاج، لأني أهتم بالموضوع أكثر مما أهتم بالجوانب التقنية من مونتاج ومؤثرات صوتية إلى آخره. حتى أني لا أخفيكم أني أعمل بأداة مونتاج جميلة تعجبني وأنا مرتاح فيها، هي برنامج فيلمورا. وأخيرا في هذه الأسابيع الأخيرة انتقلت إلى دافنشي ريزولف. لازلت أجد بعض الصعوبات في استعماله، ولكن أنتجت فعلا بعض الفيديوهات، وسأستمر في هذا النهج اعتقادا مني أن انتقالي إلى هذا البرنامج سوف يكون مساعدا لي، سوف يحسن من جودة الإنتاج. من ناحية أخرى أعتقد أن وراء هذه النتائج الشروط القاسية اللي تتفرضها هذه الشركات ديال الشركات صاحبة هذه وسائل الاتصال الاجتماعي بحال الفيس ويوتيوب وغيرها. هاد الشروط القاسية اللي يعني يلتف الكثيرين من أصحاب القنوات على هاد الشروط بطرق عدة، بطرق شراء المشتركين، شراء الساعات إلى آخره. وأعتقد أن هذه الشركات نفسها تعلم هذا وتعلم هذه الممارسات، هي على علم بهذه الممارسات، ولا أدري هل تغمض عينيها أو لا يهمها الأمر، ما دام هاد الناس اللي تيديروا هاد الممارسات راه تينتجوا العديد والعديد من الفيديوهات، وان الشركة تنظر الى هاد المسائل بمنطق الربح والخسارة. اعتقد ان ما دامت الامور مربحة بالنسبة لهم ما عندهم على شيء، بل بالعكس تظهر لي أنه ابتداء من السنة المقبلة على ما سمعت أنه اليوتيوب مثلا غادي تدير إجراءات وشروط جديدة اللي من شأنها تسهيل أو تبسيط إلى حد ما هاد الشروط ما يسمى هذا
الأجر على هاد الفيديوهات المنتجة من الإشارة بطبيعة الحال. أخيرا حتى لا أطيل عليكم، أخيرا أو ختاما، انتظروا مني فيديوهات جديدة بنفس على نفس النهج، يعني مواضيع هادفة، مواضيع اللي عودتكم عليها، وانتظروا مني أني سوف أبذل مجهود أكبر لتحسين الجودة التقنية ديال الفيديوهات، كما أني تنطلب منكم أن تكونوا أكثر تفاعلا مع هذه المنتوجات الفيديوهات. تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.